بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زهرة أسامة. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم عن التوتوريال أو المديول كوميونيتي ميديسن تحت عنوان هيرد اميونيتي. مبدئيا هو توتوريال بسيط وصغير إن شاء الله، مش هياخد وقت. اميونيتي بمعنى المناعة، وهيرد بمعنى القطيع، يعني مناعة القطيع. محتاجين نعرف ايه هي هيرد اميونيتي، ونعرف الثريشولد أو المستوى المفروض إن أنا المناعة توصله، ومحتاجين نعرف برضو ازاي بنطبقها. طيب ايه الفوائد اللي هتعود عليا، والمشاكل اللي ممكن اقابلها، والتعامل بتاعها مع كورونا عامل ازاي. طيب herd immunity معناه مناعة القطيع. في public term، او يعني كلمة شيك شوية او مصطلح شيك شوية عن القطيع ده، بيتقال عليه community immunity او مناعة المجتمع. انا امتى بقى بقول انه الناس دي متطبق عندهم الكوميونتي اميونيتي، او ايه هي الحاله اللي بيبقى مطبق فيها؟ لما الاقي كوميونتي، يعني مجتمع معين موجود فيه enough percentage، بمعنى نسبه كافيه من الناس اميون ضد فيروس، يعني عندهم المناعه ضد فيروس او ضد مرض معين، فبالتالي ده بيساعد ان هم بيعملوا prevention للسبريد بتاع المرض ده، بيقللوا انتشار بتاع المرض. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا في البيت عددنا 10، احنا من ضمن العشر دول في ثلاثة مننا، يعني مثلا جد وتيتا، وفي بيبي صغير كمان. ففي مرض أو فيروس معين منتشر، والمفروض إن احنا كلنا نروح ناخد الفاكسين عشان ما يجيلناش المرض ده. لكن زي ما قلنا إن في ثلاثة المفروض إن هما ما ياخدوش الفاكسين، كبار والصغيرين. فاحنا باقي الناس بقى اللي احنا سبعة فروحنا أخدنا الفاكسين. طيب لما احنا رجعنا بقى، فبالتالي احنا بقينا إميون ضد الفيروس ده. فده احنا كده حققنا مبدأ الكوميونيتي اميونيتي. ليه؟ لان انا السبعة اللي بيخرجوا بيشتغلوا ولا بيدرسوا ده مش هيتعدوا بالمرض، فبالتالي لما يرجعوا يتعاملوا مع الناس دي مش هينقلوا لهم، لان هم دول الناس اللي بيخلطوا. او حتى قللنا شوية، يعني بدل ما كان الناس اللي في البيت ده معرضة ان هي تتصاب بالمرض بنسبة 70، لا بقت اقل شوية، مثلا بنسبة 30. تمام؟ فهو ده معنى الكوميونيتي اميونيتي. بيتكلم تاني، بيكرر نفس الكلام، لكن بيقول ان الاميون ده، يعني انا بقول الناس دي اميون ضد الفيروس. المناعه دي جات لهم منين؟ يا اما هم كان في فاكسين واخدوه، او بيرير الناس بمعنى ان كان جالهم المرض ده قبل كده فجسمهم كون مناعه ضد المرض ده. فايا كانت الطريقه، المهم ان انا ابقى اميون ضد الفيروس ده، فبالتالي هقلل الانتشار حتى بين الناس اللي ما ينفعوش ياخدوا الفاكسين. جميل. هيديني بقى امثله على ثلاث مجتمعات مختلفه. اول مجتمع ولا واحد فيهم اميون، ولا واحد فيهم اخذ الفاكسين ولا عنده مناعه ضد المرض ده، فشايفين السبريد بتاع الانفكشن هيبقى عامل ازاي؟ اللي هو لونه احمر ده مش بيتحرك، بقى كتير قوي، عدد كبير قوي من الناس عمالين يتعدوا بالمرض. السبريد بتاع المرض بقى ايزي، الانتشار بقى بسرعه قوي بين شخص للتاني. جينا للكوميونتي ده لقينا اللي هو لا، ده فيه ثلاثة اخذوا الفاكسين، او الثلاثة دول بقوا اميون ضد المرض، فده هيقلل شوية عدد الناس اللي هم احمر، اقل شوية من اللي فوق. حتى هيلاقي الفيروس بيقابل ستراجل، او اللي هو زي بيقاتل كده على ما يوصل ان هو يعدي الناس، حتى السبريد او انتشار بتاع المرض بقى اقل شوية، بقى ابطأ. جينا بقى الكوميونيتي ده لقينا انه عدد الناس اللي اخدوا الفاكسين او عدد الناس الاميون بقوا كتير، يعني بقوا وصلوا ان هما يبقوا enough community، فده هيقلل السبريد خالص، ده ممكن يوصل اللي هو يتوقف، اللي هو يحصل له ستوب، يعني المرض ما يتنقلش ابدا. فهو ده تلات أمثال للمجتمعات دي. طيب ده مبدأ ال herd community اللي هو تلات مثال. ده بيفيدني بإيه؟ بيعمل protection للناس اللي ما يقدروش ياخدوا الفاكسين. مين الناس اللي ما يقدروش ياخدوا الفاكسين؟ زي ما أنا اديت أمثلة المشاكل في ال age، اللي هم الناس الكبار في السن، أو الناس لسه الأطفال الصغيرة، لو حد عنده allergy أو حساسية ضد مرض معين، ضد المادة اللي الفاكسين متكون منها، او في الاخر الناس اللي هم suppressed immune system اللي هم عندهم مشاكل في المناعة عندهم قليل. بيكرر نفس الكلام اللي هو امثلة لتلات مجتمعات دي، دايرة انتشار المرض اهي. الكوميونيتي ده ولا واحد فيهم immune، no immunized خالص، فبالتالي شايفين الانفكشن حصل له spread ازاي، بقى كتير قوي، انه spread بقى easy خالص ما بين المجتمع لان مفيش immunity خالص. لكن جينا في المجتمع ده لا، بدأ شوية ناس يبقوا عندهم immunity ضد المرض سمهو. تمام؟ فالسبريد هنا هيحصل لكن بشكل أبطأ أو بشكل أقل، حتى تلاقي عدد الناس بقى أقل من اللي فوق. لكن هنيجي لده، عدد كبير قوي من الناس، يعني معظم البوبيليشن تقريبا بقى immune ضد المرض، فبالتالي دايرة الانتشار هتقل، تكاد تتوقف لدرجة ان هم
ثلاثة بس من ضمن ده كله هما اللي جالهم المرض. جميل، يبقى ده كده الثلاث أمثلة. آخر واحد قلنا اللي هو الهيرد اميونيتي. طيب المفروض ان هو الموضوع ماشي ماشي عادي كده، اللي هو انا اجي مثلا على شارع في 10 بيوت فانا ادي الفاكسين لستة بس منهم واقول انا كده حققت الهيرد اميونيتي. لا، الموضوع ده بيختلف. المفروض في نسبة معينة المفروض اوصل لها على اساسها اقول انا حققت الهيرد اميونيتي ولا لا. طيب هو في مبدئيا 2 threshold المفروض ان نعرفهم. اول threshold اللي هو threshold proportion، اللي هو عدد الناس المتوقع ان هم يتصابوا او ان هم يجيلهم الديزيز عن طريق السبريد ان شاء الله بتاع العادي، يعني ده بقول عليهم threshold proportion. وفي threshold تاني اللي هو الهيرد اميونيتي threshold، اللي هو عدد الناس اللي هياخدوا بقى الفاكسينة او اللي هم الاميون دول. انتم من رأيكم المفروض اي threshold المفروض يبقى اعلى؟ طبعا بتاع الاميونيتي المفروض يبقى اعلى من عدد البروبورشن الناس المتوقع ان هم يتعدوا، فلما ده يبقى greater than ده فانا كده حققت الهيرد اميونيتي. جميل، يعني مثلا 30 واحد متوقع ان هما يجيلهم المرض اللي هما 3 shoulder proportion، لا انا هخلي هيرد immunity 3 shoulder ده 70، وهكذا. يعني لازم يبقى اكتر من، بحيث كده ان انا ابقى كده حققت الهيرد immunity. طيب ايه هي بقى 3 shoulder ده يا عم؟ يعني قوليلي نسبة معينة اعرف على اساسها انا هعمل او لا. بيقول ان النسبة دي بتبقى مختلفة من مرض للتاني، بتختلف على حسب طبعا درجة العدوى بتاعته. يعني في امراض بتبقى highly infectious او highly contagious، فبالتالي البروبورشن بتاعهم هيبقى اعلى، فبالتالي في شورت هيعلى وهكذا. يعني وده مختلف من مرض للتاني. عندك مثلا مرض زي الميزلز كده، ده انفكشوس خالص او هايلي كونتاجيوس، فبالتالي النسبة بتاعة في شورت المفروض عالية خالص اللي هي 94%. لازم بين كل 100 واحد 94 واحد منهم ياخد الفاكسين ضده، فبالتالي يبقى انا كده حققت الهيرد اميونيتي. حلو، كمان ودي نسب لأمراض تانية ممكن نبقى نقراها برضو. طيب انا متضايقه قوي ان انا شرحت البتاع دي مره والمايك كان ما كانش مفتوح، بس الحمد لله. الهيرد اميونتي بقى بيقول ان انا كده خلاص عرفت ايه معناها، وعرفت ان هي بتحصل اللي هي عرفنا الثريشولد بتاعها معناها والكلام ده كله. طيب انا ازاي بحققها؟ عن طريق حاجه من 2. انا قلت ان الشخص بيبقى اميون، يا اما ان هو اخذ الفاكسين اللي هو جاله اخذ الفاكسين، يا اما نشر الانفكشن اللي هو كان جاله مرض من قبل كده فجسمه كون مناعه. طيب natural infection بيقول اللي هو كمية كافية من الناس كان جالهم المرض، فبالتالي جسمهم كون protective antibodies ضد المرض ده، فبالتالي لما يحصل عدوى مستقبلية لا جسمه هيقف يقول أنا عندي مناعة ضدك، فبالتالي مش هيتعدي تاني، فبالتالي الأشخاص دي immune. لكن في شوية مشاكل كده بتقابلني في الموضوع ده. زي ايه؟ زي مثلا احنا في كورونا المفروض ان انا اجي بقى للسبعة من البيت المفروض يبقوا immune دول، اقول لهم تعالوا انا هديكوا كورونا نفسها عشان جسمكم يكون انتي بوديز ضده، فبالتالي انتوا كده تمام. لا، انا ما اضمنش السبعه دول اصلا هيخرجوا عايشين ولا لا. الكومبليكيشن بتاعه كورونا صعبه جدا، بتوصل لدرجه الموت، او حتى الشخص اللي مش بيموت لا بتاثر على جسمه الريسبيراتوري سيستم، الحاجات دي كلها بتتدمر كانه واحد مدخن من 30 سنه مثلا. فالموضوع صعب، فبالتالي انا ما اقدرش ان انا اطبق الناتشورال انفكشن ده في اي مرض كده. ليه؟ لان ممكن اوصل لدرجات عاليه قوي من الموربيديتي والمورتاليتي اللي هي عدد الوفيات على خالص. فبالتالي ناتشورال انفكشن دي على قد ما هي حاجه طبيعيه وكده، لكن في مشاكل بتقابل. طيب المشاكل دي بتبقى محلوله في عند مين بقى؟ عند الفاكسينين. كلنا عارفين ان الفاكسين اللي انا بجيب الشخص وبديله المرض بس بشكل بصوره ضعيفه شويه، بحيث ان هو جسمه يقدر يكون انتي بادز ضدها، لكن اللي هو اقل شويه بالنسبه من النيتشرال انفكشن ان هو مش بيسبب المرض الحقيقي يعني، ولا بيعمل كومبليكيشن ولا المضاعفات او الحاجات الخطيره اللي ممكن تحصل زي ما بيحصل في النيتشرال انفكشن وكده. فالفاكسينيشن جه حل المشكله بتاعه اللي قبل. طيب بس زي ما قلنا الفاكسين برضو ده مش كامل، ما في مشاكل ان مش كل الناس تقدر تاخد الفاكسين، لو حد عنده اليرجي، ناس عندهم مشاكل في السن، الكلام ده كله. طيب في امراض بقى فعلا حصل لهم كنترول عن طريق ان انا حققت الكونسبت او المبدا بتاع الهيرد اميونيتي. او بيقولوا في امراض كتير قوي حصل لها كنترول ان انا قدرت ان انا احجم من عدد الناس اللي بتتعاني بيها، زي سمول بوكس، زي مرض البوليو، زي الدفتيريا، زي الروبيلا، وحاجات تانية كتير. جميل، طيب ايه بقى لازمة ان انا احقق الهيرد اميونيتي؟ احنا ماشيين اصلا عاملين كار في الكلام، انا عمالة اقول نسبة كافية من الناس اميون ضد الفيروس عشان يقللوا سبريد، فحته تقليل السبريد دي لوحدها امبورتنس. يعني تاني امبورتنس انا بعمل بروتكشن للناس اللي مش اميون، الناس اللي مش هيقدروا ياخدوا الفاكسين، الكلام ده كله.
طيب دي ال importance. طبعا لازم نكرر تاني ان انا قسم community، فال importance ايه؟ حاجتين، ان انا بعمل protection للناس المناعة عندهم ناقصة immunocompromised، زي الناس اللي عندهم AIDS او الناس اللي عندهم leukemia، الناس الكبار في السن او الاطفال الصغيرة. في ايه ممكن اعمل eradication للديزيز؟ انا ببدأ اقلل من spread بتاعته واعمله elimination، حتى في امراض وصلت اللي هي declared eradicated، يعني امراض انتهت خالص مش هتحصل لحد تاني، زي مرض سمول بوكس. انا ما اعرفش بصراحه احنا خدنا الفاكسين بتاع سمول بوكس ده ولا لا، لكن ليه ما جالناش لحد دلوقتي؟ لان العالم كله مطبق دلوقتي الهيرد اميونيتي، الناس كلها او معظم واخدين، اللي احنا مثلا كام 7 مليار، ففي 5 مليار واخدين الفاكسين، فبالتالي ال2 مليار التانيين مش واخدين او خلاص اخدوا الاميونيتي عن طريق الهيرد اميونيتي كمان. ففي امراض فعلا السبريد بتاعها قل لدرجه ان هي انتقت خالص، زي سمول بوكس نعرف المثال ده. طيب فاكرين ايه المرض اللي احنا قلنا التريشن بتاعه كان ميسلز وكان 94%؟ طيب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ هو يا جماعه الفيروس مش عبيط، يعني هو مثلا نفترض كورونا، احنا عملنا له فاكسين ضد كورونا وقلنا الناس تاخده والكلام ده كله، ومش بس 70%، عم 90% من الناس اخذوا الفاكسين. طيب ما برضو الناس عمالة بتتعدي، الناس عمالة بتتعب اكتر، مش بتتعب عادي لا بتتعب اكتر، والناس عمالة بتتعدي اكتر كمان. الموضوع قلب عكسي هنا ليه؟ لان الفيروس ده بدأ يعمل نيو سترين او نوفل سترين، وعمال ينزل، عمال يحصل له تطورات او يحصل له تحورات. يعني مثلا يعني انا اخدت الفاكسين اللي هو كان موجود في الكلية ده، لكن بعدها بشوية جالي اللي هو اوميكرون، يعني جالي كورونا بس متحور تاني لانه عمال يغير من نفسه، ده باعتبار ان الفاكسين شغال يعني. فهو عمال بيطور من نفسه بحيث ان هو يعمل شيفتنج او ريبليسمنت للحاجات العادية. يعني معظم الناس خلاص حصل هاي ليفل اوف اميونيتي، حصل لهم مناعة ضد سبيسيفيك سيرو تايب، يعني مثلا النوع الاول من الفيروس خلاص معظم الناس بقت عندها مناعة ضده، لا هو هيعمل ريبليسمنت بقى للسيرو تايب ده ويجيب النوع التاني منه، بينزل ابديت جديد، فبالتالي الناس تتعدي ويحصل كومبليكيشن والكلام ده كله. فبالتالي في امراض ممكن الموضوع يقلب معاهم عكسي، ايفالويشن عمال ايه كل ما نضغط عليه لا ده بيطور من نفسه اكتر. جميل. ده طبعا اللي حصل في كورونا. بيتكلم بقى عن اللي هو الكوفيد 19 ده، احنا قلنا في طريقتين من الاميونيتي ممكن تحصل، اما عن طريق الناتشرال انفكشن او الفاكسينيشن. انتم برايكم كده لو حد فكر 3 ثواني، انا المفروض ماشي اني واحده؟ اكيد مش الناتشر، لا اكيد مش هجيب الناس واقول لهم تعالوا انا هديكم كورونا ويلا نجرب، لا، لان الموضوع ممكن يعمل كومبليكيشن خطيره قوي، ممكن يعمل سفنج اللي هم يعانوا حتى ما يموت. فعشان كده انسب حل اللي هو الفاكسين. بعد كده لكن المشكله طبعا خليكم فاكرين حته النوبل سترين وكده والشيفتنج والريبليسمنت. طيب بيتكلم تاني ان هو بقى لازمة الفاكسين وكده، ان انا بقلل على قد ما اقدر من الانتشار بتاع المرض ده. طيب يا عم تقولي هو بقى البروبوشن بتاعه، بحيث ان احنا نجيب كمية كافية من المجتمع ونديلهم الفاكسين فيبقوا اميون، يبقى كده مبروك حققنا الكميونيتي اميونيتي وخلاص كورونا خلصت. يا عم البروبوشن ده بقى مش معروف لحد دلوقتي، الموضوع لسه بقى تحت الدراسة وفي ابحاث وكلام كتير. فهو ده الخلاص بتاعت التوتوريال بتاع النهاردة، عرفنا المعنى بتاعه الديفينيشن يعني، وعرفنا اللي هو المفروض كمية كافية من المجتمع عنده مناعة ضد فيروس معين فبيقلل الانتشار، الثري شولد بتاعه بيختلف من مرض للتاني، وعرفنا حاجتين هيرد اميونيتي ثري شولد والثري شولد بروبورشن، وعرفنا الفرق ما بينهم. طيب ازاي بنحققها؟ يا اما عن طريق بشكل طبيعي ناتشرال انفكشن او بشكل الفاكسين وكده. الامبورتنت بتاعته حاجتين، ان انا بعمل بروتكشن للناس اللي ما يقدروش ياخدوا الفاكسين او المناعة عندهم ناقصة، وكمان بعمل ايه تاني؟ eradication او elimination للمرض. دروباكس اللي بتقابلني ان في امراض بتطور من نفسها بتعمل novel strain، اخر حاجة خالص عرفنا ازاي نتعامل مع كورونا، مينفعش خالص بشكل natural، لازم عن طريق الفاكسين. البروبوشن بتاعه مش معروف لحد دلوقتي، والموضوع لسه تحت الدراسة. هو ده ملخص التوتوريال وخلاص كده، بالتوفيق ان شاء الله.